machine in time in games. مديت في الدومين هذايا معناها خدمة كيف ما هي أرتيست معناها يبدأ في الأول نتاعو تخدم على الورقة ورقة وستيل معناها هذا هو الديفي نتاعي معناها فيكتيماتور وديفاتر بديت نخدم هكا ومن بعد بديت نقول علاش معناها ما نعملش حاجة ما خير علاش معناها الخدمة نتاعي على الورقة ما نردش خدمة على الحيط وبشوي بشوي بديت نستعمل في ليبون والحمد لله معناها سورتو كي جيت لهنا في تونس عرفت دي جرافور اخرين خاطر في الدبي نتاعي ما كنتش نعرف برشا عباد كنت بريسك معناها معايا انسر جرافور معناها دخلنا نخدم الناس وهم كي جيت لهنا في تونس عرفت دي جرافور اخرين وهم اللي عاونوني معناها باش نجم نخدم معناها في الدومين و معناها صعيب معناها باش تبدا تعمل فما كرياتيفيتي وفما كونفيرونس وكل معناها بون فوالا كل مومون معناها حبيت نبدل شويه ستيل خاطر حكم القرايه نتاعي في ديزاين جرافيك دونك الخدمه نتاعي بالبوم انسبيري من تشكيل ديزاين جرافيك ما عادش خدمه لا بيغ معناها جرافيتي انسبيري شويه من ديزاين جرافيك شويه من تشكيل فوتوغرافي حاجه نحاول نخدم تكنيك ميكس نحاول نبدل معناها ما نحبش خاطر نخدم ديما في حاجه كلاسيك دونك فوالا كما حكيت لكم بديت توا لي 10 سنين اما ما بقيتش في الدومين تاع الجرافيتي كهو معناها نفكر بالقرايه نتاعي بديت وحدي معناها انتريسي باش كاين فوتوغرافي باش كاين ديزاين جرافيك بون جينيرال معناها هذا هو جوي معناها باش كاين فيزوال معناها مانيش فيكس في حاجه واحده بعد ما كيما تشوف لي شات اباري فوتو ونخدم فوتوشوب والاستراتور عادي بعد تقول انت هذه شات بون ونخدم في جراف معناها الدومين كل باش كاين فيزوال كيما سالتني لي جرافور في تونس ماهوش برشا ديجا توا لي جرافور معنا اللي نعرفهم فما معين كيم اسكوان فما نوفل فما سيف 94 هذا ما هما معنا لي جرافور توا ما سوكسان صحيح فما دي جرافور اخرين اما معناها نحكيك لي جرافور معناها عمرهم كونتاكت معاهم بون نيزيريت نتاع الجرافيتي في تونس اللي هما زوج مناس بالنسبه لي الحاجه هذي هما لي تونيزيان ماهمش عايشين هنا الكترو جاي والصيد كان يبو معنا بتاع جرافيتي معنا نحسو معنا ديفلوبي اكثر معنا من اللي كنا في الموسمين نشكر تونيزيو على حضورها للورك شوب والبرفورمانس بتاع بوش وان شاء الله تكون حاضره معنا في ليزيفينمون جايين حتى فما برشا حاجات توا جايين و السلام عليكم زعما تكون حاضرين معنا